ورحمة الله، معكم مهندس عمرو عبد العال. ده أول فيديو إن شاء الله هنقوم بشرح الأكواد وإزاي نستخدمها، ترجمة للأكواد، وهنبدأ بالكود الأمريكي. سمعت أسئلة كتير من كذا مهندس ومن كذا زميل، الفرق بين الأكواد وإيه الكود الأمريكي بالذات، فيه أكتر من كود، عبارة عن إيه الفرق ما بينهم. فده ملخص سريع، وهنحاول نختصر بسرعة كده ايه الفرق بين الأكواد المطروحة. طيب، بداية الموضوع في منظمة اسمها الـ ICBO، الـ International Conference of Building Officials، ديت سنة 27 هم اللي وضعوا الـ UBC اللي هو الـ Uniform Building Code، وكانوا اتفقوا على ان كل 3 سنين ان يعملوا نزلوا فيرجن احدث بتحديث الى ان وصلوا الى سنة 97. ده كان الاساس في الاكواد الامريكية اللي منظمة الـ ICBO International Conference of Building Officials. كان في امريكا 3 منظمات كمان مشهورين سنة 94، اللي هو الـ BOCA اللي هم الـ Building Officials and Code Administrators International، دول اللي كانوا المسؤولين عن النشر الـ BOCA والـ NBC Code. وكان في الـ ICBO الـ International Conference of Building Officials، ودول اللي كانوا مسؤولين عن نشر الـ UBC، والـ SBCCI الـ Southern Building Code Congress International، دول اللي كانوا مسؤولين عن نشر الـ SBC. الثلاث منظمات دول اللي كانوا تقريبا منتشرين في الولايات المتحدة عامة، الولايات المختلفة، فاتفقوا مع بعض ان هم يطلعوا مزيج ما بينهم هما الثلاثه، يوحدوا كود واحد على الولايات المتحده كلها، فعملوا منظمه اسمها الاي سي سي، الانترناشنال كود كونسل، ودوت هو اللي وضع الاي بي سي 2000، وده كان اول كود للاي بي سي 2000 يتحط للولايات كلها مره شامله لكل الولايات، يشمل طبعا بقى الـ NBC والـ BOCA والـ UBC والـ SBC، يشمل كل الأكواد بكود واحد اللي هو الـ IBC 2000، ونزلت بعد كده منه الفيرجنز الأخرى. طيب، ما هو في برضه أكواد تانية مشهورة وأشهرها الـ ATC ستاندرد اللي هو الـ Applied Technology Council، الـ ANSI ستاندرد، الـ ASCE 7 ستاندرد، الـ ACI كودز، الـ AISC كودز. دول عبارة عن إيه؟ دول عبارة عن أكواد متخصصة بيتكلموا عن حاجات معينة بيرجع لها الـ IBC. طب يعني إيه الكلام دوت؟ يعني مثلا الـ IBC هو بيجي يتكلم في نقطة الأحمال، فالاي بي سي نفسه بيتكلم مثلا الاحمال الديد لود واللايف لود والزلازل، فبيقول لك ارجع لي الاي اس سي اي 7، هتلاقي فيه شرح شرح كامل للاحمال ان كانت زلازل او رياح او لايف لود او ديد لود. تمام، فيعني معنى الكلام دوت ان الاي بي سي دوت هو اللي بيطلع بيقول ده ريفرنس، الريفرنس اللي عايزينه تروحوا تجيبوه في النقطه ديت تروح للاي اس سي اي اللي هو كود الاحمال. لو عايز اتكلم مثلا على الماتيريالز، لما يجي في الاي بي سي لما يجي يتكلم على الجزء بتاع الماتيريالز واختبارات الماتيريالز، بيقول لك روح للاي اس تي ام دوت كود متخصص في الماتيريالز، متخصص في الاختبارات بتاعه الماتيريالز، روح ارجع له. لما يجي يتكلم الاي بي سي لما يتكلم على الستيل، بيقول لك روح ارجع لي الاي اي اس سي كود، الامريكان ستيج اوف سيفل ستيل كونستراكشن، روح ارجع له وشوف اللي انت عايزه في الكود بتاع الستيل الاي اي اس سي. طيب، معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده الاي بي سي ده هو الاساس، ماشي، والاكواد الاخرى الاي سي اي او الاي اس اي او الان ان اس اي او الاي اي اس سي او غيرهم اللي انا كاتبهم كلهم قدامكم على الشمال، المكتوبين قدامكم على الشمال هنا، دي اكواد متخصصه، دي اكواد متخصصه في الجزء معين. والاي بي سي لما يجي يتكلم عن الجزء ده بيقول لك بيريفير للكود دوت، بيرجع له يقول لك ارجع للكود ده الفلاني هتلاقي اللي انت عايزه، ولكن الاساس هو الاي بي سي. اتمنى ان اكون بسرعه شرحت ايه الاكواد المشهوره في الفتره في امريكا، وان شاء الله باذن الله هنبدا شرح الاي بي سي، ونبدا شرح الاي سي اي وترجمه ليهم ان شاء الله باذن الله، ثم بعد كده نخش في اكواد ثانيه، الكود الاوروبي، الكود البريتش، الكندي، ان شاء الله باذن الله نبدا بكود كود كده، نبدا لترجمه ليهم باذن الله. اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله.